السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة الجغرافيا للمستوى الثاني عشر، عنوان الدرس العمليات المناخية في طبقات الجو، الدرس السابع. أهداف الدرس: في نهاية الدرس سوف يكون الطالب قادرا على أن يعرف نظم المطر، يستنتج نظم المطر في العالم. الهدف الأول: يعرف نظم المطر. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، ما معنى أو ما المقصود بنظم المطر؟ المقصود بنظم المطر كمية الأمطار وموسم تساقطها. إذن المقصود بنظم المطر كمية الأمطار وموسم تساقطها. عزيزي الطالب، لاحظ خريطة العالم وتوزيع المطر ثم أجب على الأسئلة. هذه خريطة العالم، انظر لمفتاح الخريطة، يحتوي على اللون الأحمر ويعني مناطق غزيرة المطر، واللون الأخضر متوسطة المطر، واللون الأزرق نادرة المطر. السؤال الأول: أي مناطق العالم أغزر مطر؟ هي التي باللون الأحمر. هيا بنا نذكرها: المناطق الاستوائية وجنوب شرق آسيا وشرق استراليا وشرق أمريكا الشمالية وغرب كندا. السؤال الثاني: أي مناطق العالم أقل مطراً؟ هي التي تأخذ اللون الأزرق. إذن الصحاري، مثل الصحاري الحارة والصحاري الجليدية. السؤال الثالث: صنف أمطار دولة قطر، هل هي غزيرة أم متوسطة أم نادرة؟ نعم، إنها أمطار نادرة. الهدف الثاني: يستنتج نظم المطر في العالم. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، لنتعرف الآن على نظم المطر في العالم. لازلنا نعني بنظم المطر كمية الأمطار وموسم تساقطها. إذن قسم العالم إلى أقسام حسب كمية الأمطار وموسم تساقطها. النظام الأول سمي النظام الاستوائي. انظر إلى الخريطة، هذا خط الاستواء. إذن استواء، استوائي. النظام الاستوائي أين يقع؟ يقع بين خطين، هذا هو الخط الأول يساوي 5 درجات، وهذا هو الخط الثاني يساوي 5 درجات. الخط الأول شمال خط الاستواء، والخط الثاني جنوب خط الاستواء. إذن يقع الأقليم الاستوائي بين خطي 5 شمالا و5 جنوبا. أقصد بشمالا شمال خط الاستواء، وجنوبا جنوب خط الاستواء. هذا النظام متى تسقط عليه الأمطار؟ وكم كمية الأمطار؟ كمية الأمطار غزيرة جدا. كمية الأمطار تساوي 1500 إلى 2500 مليمتر سنويا. إذا غزير المطر. إذا ما هو أغزر الأقاليم مطرا؟ هو الإقليم الاستوائي. هذا الإقليم متى تسقط عليه الأمطار؟ بما أنه غزير، إذا أمطاره طول العام. أمطاره طول العام ويزيد في فصلين، هما الربيع والخريف. الربيع والخريف يقال لهم اعتدالين، يقال لهم اعتدالين. إذن أمطاره طول العام وله قمتان، معنى له قمتان يعني يزيد في فصلين، هم الربيع والخريف. عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، انتهينا من النظام الاستوائي، نأتي للنظام الذي يليه. النظام الذي يليه هو نظام شبه استوائي، يشبهه نوعا ما ولكن ليس كثيرا. أولا نعرض خريطة العالم، نضع عليها خط الاستواء، هذا هو خط الاستواء. أين يوجد النظام شبه الاستوائي؟
أخذنا منذ قليل النظام الاستوائي، أن النظام الاستوائي بين خط 5 شمال خط الاستواء و5 جنوب خط الاستواء. إذن أين النظام شبه الاستوائي؟ أين يقع؟ يقع بين 5 شمال خط الاستواء و8، إذن يقع بين خط 5 و8 شمال خط الاستواء وبين 5 و8 جنوب خط الاستواء. إذن هذا موقعه. هذا النظام كم كمية أمطاره؟ عرفنا أن الاستوائي أمطاره 1500 و2500 ملي متر. هذا النظام أمطاره أقل، قليل، أقل من الاستوائي. كم تبلغ أمطاره؟ أمطاره ما بين 1000 إلى 2000 ملي متر. حسناً، متى تسقط أمطاره؟ تسقط أمطاره فقط في فصل الصيف، فقط فصل الصيف. لو قارنا بينه وبين الاستوائي، الاستوائي بين 5 شمالا و5 جنوبا، شبه الاستوائي بين 5 و8 شمالا و5 و8 جنوبا. الاستوائي أمطاره كميته من 1500 إلى 2500، أما شبه الاستوائي أمطاره من 1000 إلى 2000 مليمتر. الاستوائي أمطاره طول العام وله قمتان، يعني قمتان له يزيد في الفترة، له قمتان في الربيع والخريف، أما شبه الاستوائي يكون موسم المطر فقط في فصل الصيف. النظام الثالث عزيزي الطالب هو النظام السوداني. نعرض خريطة العالم، نضع عليها خط الاستواء، ثم نضع عليها خط 5 شمالا وخط 5 جنوبا. هذا هو النظام الاستوائي بين 5 شمالا و5 جنوبا، ونضع عليها خط 5 وخط 8. هذا هو النظام شبه الاستوائي شمالا. هذا خط 5 وهذا خط 8. هذا هو النظام شبه الاستوائي. ما هو النظام السوداني؟ أين يقع النظام السوداني؟ النظام السوداني يقع بعد النظام شبه الاستوائي. إذن يقع بين خطي 8 إلى خط 18 شمالا و8 إلى 18 جنوبا، أي جنوب خط الاستواء. كم كمية أمطاره؟ نلاحظ كلما ابتعدنا عن خط الاستواء قلت الأمطار. كمية الأمطار تساوي 500 مليمتر. نشاهد الموقع. إذن يقع بين 8 إلى 18. كمية الأمطار 500 مليمتر. السؤال الأخير، متى تسقط أمطار السوداني؟ عرفنا أن الاستوائي طول العام وله قمتان في الربيع والخريف، أما شبه الاستوائي أمطاره في الصيف، والسوداني أيضا في الصيف. والآن مع النظام الذي يلي، هو النظام الصحراوي. انظر لخريطة العالم. هذا هو خط 18 وهذا هو خط 30 شمالا، هذا هو خط 18 وهذا خط 30. إذن يقع بين خطي 18 و30 شمالا وجنوبا في غرب القارات. ما هي كمية الأمطار أو كم كمية الأمطار؟ كمية الأمطار نادرة. الأقليم الصحراوي الحار أمطاره نادرة. متى تسقط أمطاره؟ في أطراف الصحاري الشمالية تسقط شتاء، وفي أطراف الصحاري الجنوبية تسقط صيفا. إذن الأمطار مختلفة، إذن موسم سقوط المطر يختلف من منطقة لأخرى، فيسقط في الشتاء شمالا وفي الصيف جنوبا بالنسبة للصحاري.
عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، النظام الذي يلي النظام الصحراوي الحار هو النظام الموسمي. انظر إلى خريطة العالم. أين يقع النظام الموسمي؟ يقع النظام الموسمي في، لم نقل بين، في جنوب وشرق آسيا. اثنين، أثيوبيا واليمن. ثلاثة، شمال استراليا. إذن هذا أولا. ثانيا، كم كمية الأمطار؟ كمية الأمطار بين 400 إلى 1000 مليمتر وقد تزيد. حسنا، متى تسقط الأمطار؟ الأمطار تسقط في فصل الصيف وتكون قزيرة. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، النظام الذي يلي النظام الموسمي هو نظام البحر المتوسط. نظام البحر المتوسط أين يقع؟ لابد من مشاهدة الخريطة، هذه هي الخريطة. إذا يقع نظام البحر المتوسط بين خطي 30 و40 شمال خط الاستواء، هذا 30 و40، و30 و40 جنوب خط الاستواء، هذا 30 وهذا 40 جنوب خط الاستواء، ولكنه يقع غرب القارات. إذا بين 30 و40 شمالا وجنوبا غرب القارات، مهمة جدا كلمة غرب القارات. كم كمية الأمطار؟ كمية الأمطار قليلة لأن بدأنا نبتعد عن خط الاستواء. كمية الأمطار ما بين 250 مليمتر إلى 750 مليمتر. حسنا، متى تسقط الأمطار؟ تسقط الأمطار في فصل الشتاء. إذن عزيزي الطالب، أخذنا أول نظام الاستوائي، يليه شبه الاستوائي، ثم السوداني، ثم الصحراوي الحار، ثم الموسمي، ثم البحر المتوسط، والآن النظام الصيني. الصيني مشابه جدا للبحر المتوسط، ولكن هناك اختلاف بسيط. انظر إلى خريطة العالم. أين يقع النظام الصيني؟ يقع النظام الصيني بين خطي 30 شمالا، هذا هو 30، و40 وهذا هو 40. إذن يقع بين خطي 30 و40 شمالا و30 و40 جنوبا، ولكنه يقع بالنسبة للقارات في شرق القارات، البحر المتوسط في غرب القارات، الصيني في شرق القارات. البحر المتوسط بين 30 و40 والصيني بين 30 و40، ولكن الاختلاف بينهم أن الصيني في الشرق وأن البحر المتوسط في الغرب. كم كمية الأمطار؟ مطره أكثر من البحر المتوسط. كمية أمطاره 1000 مليمتر. متى تسقط أمطاره؟ البحر المتوسط أمطاره تسقط في الشتاء، الصيني أمطاره طول العام ويزيد في الصيف. أمطاره طول العام ويزيد في الصيف. النظام الذي يليه هو نظام غرب أوروبا. انظر إلى خريطة العالم. أين يقع نظام غرب أوروبا؟ يقع بين خطي 40 و60، هذا خط 40 وهذا خط 60 شمالا، وهذا خط 40 وهذا خط 60 جنوبا. اسمه نظام غرب أوروبا. إذن أين يقع؟ يقع في غرب القارات. إذن بين 40 و60 غرب القارات، يشبه البحر المتوسط في الجهة اللي هو في الجهة الغربية. كم كمية الأمطار؟ بدأ يقترب أو يتجه شمالا.
كمية الأمطار ما بين أو كمية الأمطار تساوي 850 مليمتر. متى تسقط أمطاره؟ تسقط أمطاره طول العام ويزيد في الشتاء والخريف. النظام الذي يليه عزيزي الطالب هو النظام القاري في العروض المعتدلة. انظر لخريطة العالم، أين يقع هذا النظام؟ يقع بين خطي 40، هذا 40 و 65 شمالا، وبين 40 و 65 جنوبا. كم كمية الأمطار؟ كمية الأمطار ما بين 500 إلى 1000 مليمتر. متى تسقط أمطاره؟ تسقط أمطاره في فصل الصيف. النظام الذي يلي النظام السابق هو النظام القطبي. انظر لخريطة العالم، أين يقع النظام القطبي؟ يقع بين خطي 65 و90، هذا خط 65 و90 شمالا، وهذا خط 65 و90 جنوبا. كم كمية الأمطار؟ الأمطار كميتها قليلة، 250 مليمتر. متى تسقط الأمطار؟ الأمطار قليلة وتسقط على شكل ثلوج. والآن مع القلق الختامي للدرس، ختاما فلنجب على بعض الأسئلة حول ما تعلمناه في هذا الدرس. اختر الإجابة الصحيحة. أي من نظم المطر أمطاره طول العام مع قمتان في الاعتدالين الربيع والخريف؟ هل هو السوداني أم الموسمي أم الاستوائي أم الصحراوي؟ فعلا الاستوائي. سؤال الثاني، أي من مناطق العالم الآتية أقل مطرا؟ جنوب شرق آسيا أم الصحاري الجليدية أم البحر المتوسط أم غرب أوروبا؟ نعم الصحاري الجليدية. السؤال الذي يليه، تغزر الأمطار في نظام المطر الموسمي في أي الفصول؟ في الشتاء أم الربيع أم الصيف أم الخريف؟ نعم في الصيف. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.